وعلى هامش مهرجان الجونة السينمائية التقت كاميرا اون لايف مع الفنان انتشال التميمي مدير المهرجان والفنانة نيلي كريم عضو لجنة التحكيم بمسابقة الأفلام القصيرة ولاعب الاسكواش عمرو منسي. يعني في الحقيقة هي مصيبة أكثر مما هي منصب، لأنه أن تقدمين عمل في مهرجان للدولة الأولى بهذا المستوى من الضخامة هو في الحقيقة شيء يشبه الأشغال الشاقة. وبالتالي يعني أنا على مدى سنة ونص أنا والتيم تبعي وعدد كبير من الناس اللي يشتغلوا في المهرجان بذلنا جهود حثيثة كي نصل إلى شيء نعتقد أنه إحنا نفتخر فيه. يعني على مستوى البرنامج أتصور أنه إحنا حققنا تقدم كبير جدا. يعني مهرجاننا كبدورة الأولى قدم مائدة من الأفلام تساوي ما يتقدم مهرجانات عمرها عقود. أعتقد إحنا الأفلام ذات الطابع الإنساني هي يمكن جميع الأفلام. رغم ذلك إحنا حاولنا نركز بعض الشيء على إنه جزء من أفلامنا تكون تمس الجانب الإنساني بشكل كبير جدا وبشكل قوي. لذلك احنا استحدثنا في المهرجان ولأول مرة يمكن نعلن الآن انه هناك جائزة للجمهور للأفلام التي تمس الهم الإنساني بدرجة أساسية. مستنية ان هيبقى فيه أفلام حلوة وفي نجوم كتير جايين عالميين وهنتفاجئ النهاردة. وطبعا من أهم يعني الحاجات اللي هتحصل في المهرجان في الافتتاح هو تكريم أستاذ عادل إمام. يعني في حاجات كتير قوي مفاجآت. فيلم قصير هو يعني يعتبر فيلم كامل بس هو مدته قصيرة، لكن لازم يكون كل حاجة على مستوى عالي. يعني قصة التصوير الإخراج التمثيل يعني كل حاجة. الموضوع ده ابتدى من سنة ونص. بشرة كلمتني في التليفون قالت لي أنا عندي فكرة مفيش حد ممكن يعملها معايا يعني. وابتدينا الموضوع بفكره وهو نفس الفيجن اللي انا شايفه للسكواش، اللي هو احنا ابتدينا ببطوله صغيره جدا لحد ما بقت بطوله عالم بتتذاع في 90 محطه في العالم. انتوا بتغطوها بقالكم كذا سنه. انا هدفي المهرجان ده ان شاء الله ينجح بمساعده المهندس نجيب سميح ان نخليه واحد من اكبر المهرجانات في الميدل ايست ونورث افريكا، و نساعد صناع السينما الجداد اللي لسه بيبتدوا الاندبندنت فيلم ميكرز. احنا عاملين سوق سينمائي فيه حوالي 150 عازمين، 150 كبير ما بين بروديوسر موزعين وناس فاندز دايركتورز فالناس اللي مقدمه لمشاريعهم دي هيقابلوا عندهم فرصه انه المشروع اللي يكسب ممكن يسافر مهرجان، ممكن ياخد فلوس تكمل المشروع بتاعه بخلاف الحجم الاعلامي اللي من بره اللي بيغطي. احنا معانا يورو نيوز مين سبونسر، عندنا كل القنوات اللي بتيجي وهتبتدي تيجي تشوفيهم دلوقتي. فمش بس احنا بنتكلم بعض هنا مهم جدا الناس تعرف ان احنا عندنا حاجات بنحاول نعملها زي بره واحسن، وبره برضو يعرفوا ان احنا عندنا القدره لتنظيم احداث بالليفل ده يعني.